السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملخص الوحدة الثالثة وشرح الصفات للصف الثالث المتوسط، ابقوا معنا. Hello, hello everyone, hello again, I'm Karam. I'm going to teach you some English, so let's start. Today we have cooperative and superlative. عندنا الصفات. هذه الصفات هي للمقارنة والتفضيل، يعني we take some adjective and make it cooperative and superlative. ناخذ فد صفة معينة ونسويها مقارنة، المقارنة أفضل من فلان، أفضل من فلان، أو تفضيل بشكل عام، فلان هو الأفضل. المقارنة والتفضيل. المقارنة والتفضيل فيها فرعين. هاي الفرعين هو متعدد الصفات ومقطع واحد، متعدد المقاطع عفوا ومقطع واحد. نبدأ أولا بالمقطع الواحد. إيش به هذا المقطع الواحد؟ المقطع الواحد للكلمات اللي نضيف لها إضافة بعدية، والإضافة البعدية هنا نوعين. لإضافة المقارنة نضيف ER، وللتفضيل EST. مثل إيش؟ مثل big bigger. هسه نجي ناخذ شلون طريقة الإضافة وهل هناك تغييرات على الكلمة. big bigger هاي وين؟ هاي بالكوبريتيف المقارنة. نجي هنا big biggest هاي وين؟ هاي بالسوبرليتيف التفضيل. التفضيل. أما الكلمات عددة المقاطع فما نقدر نضيف لها هاي الإضافات، ونضيف لها إضافة قبلية. إضافة قبلية هاي شنو؟ هاي الإضافة بعد الصفة، والإضافة القبلية قبل الصفة. وين نضيفها؟ متعدد المقاطع. لإضافة الكوبريتيف نضيف most، والمقارنة نضيف لها more. يعني مثلا نجي على most، نريد نقول الأفضل مثل biggest. هاي ما يصير نقول beautifulest، ما يصير. نضيف إضافة قبلية تصير most beautiful، the most beautiful. شنو؟ the most beautiful. متعدد الصفات. يبقى عندنا منه المور، مثل شنو؟ beautiful. This flower is more beautiful than that flower. هذه الزهرة هي أجمل من تلك الزهرة. شنو هاي؟ مقارنة. هذه الزهرة هي الأجمل. شنو هاي؟ تفضيل. تفضيل بشكل عام، أي ما عندنا شيء نقارنه. فهسه عندنا؟ عندنا درجات المقارنة والتفضيل. بها مقطع واحد وبها مقطعين. اللي بمقطع واحد نضيف له ER للمقارنة و EST للتفضيل، مثل bigger و biggest. متعدد المقاطع نضيف ما قبل الكلمة، more و most. beautiful more beautiful. beautiful most beautiful. unit 3 cooperative and superlative هي إضافات قبل أو بعد الكلمة تحول الصفة إلى مقارنة أو تفضيل. مثل كل درس الملزمة موجودة في صندوق الوصف، تقدرون تحملونها. مقارنة أو تفضيل. الإضافة البعدية تأتي بعد الكلمة وهي ER للمقارنة و EST للتفضيل. الإضافة القبلية تأتي قبل الكلمة وهي more للمقارنة و most للتفضيل. هسه نجي على ذني. ذني عبارة عن كلمات بسيطة ما بيهن أي اختلاف، مجرد تحط ال ER وال EST، ماكو أي اختلاف بالكلمة. هذا الأكثر شيوعاً القياسي اللي راح هسه ناخذه. مثل من؟ مثل old و older oldest. cheap cheaper cheapest. nice nicer nicest. wide wider. هسه نجي هاي الوايد شويه بها فتشي، انه الاي ما يصير تتكرر، ما يصير نحط اثنين اي لين اكو اي. لا، اذا اكو اي ما نكرر، نخلي نفسه، نضيف بس شنو؟ بس ار. widest cold colder coldest. long longer longest. clean cleaner cleanest. fast faster fastest. ملاحظة، إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف صحيح قبله علة، نقوم بمضاعفة الحرف الصحيح. أي شنو؟ أي تكرار الحرف. تكرار الحرف، الحرف نكرره. شو وقت إذا كان عندنا حرف صحيح وقبله حرف علة؟ شنو هن حروف العلة؟ اللي ما يعرفون هن الأي، إي، آي، أو، يو. ما يحتاج الراجحين لأن ماخذين هواي قبل. big bigger big bigger biggest.
sad sadder saddest hot hotter hottest. تلاحظون آخر حرف تكرر، شوفوا هنا آخر حرف تكرر ليش؟ لأنه حرف صحيح ما قبله علة. وين ما نشوف حرف كلمة نهايتها حرف صحيح وقبلها علة، شرط قبلها علة، فقط لازم قبلها علة. هنا عندنا هذا نهايته حرف صحيح بس قبله هم حرف صحيح ما ضاعفنا، بس هنا ضاعفنا لأن ما قبله علة. bigger biggest sad sadder saddest hot hotter hottest، هاي معناها كبير حزين وحار. ملاحظة اثنين، الصفات التي تنتهي بحرف واي شو نسوي لهاي الصفات؟ الصفات التي تنتهي بحرف واي نقوم بقلب الواي إلى آي، الواي يتحول إلى حرف آي. مثل إيش؟ مثل heavy heavier heaviest، عندنا dry drier driest، happy happier happiest، teddy teddier teddiest، يعني أشد وثاقة. ملاحظة ثلاثة، الصفات التي تنتهي بحرف إي اللي قلناها قبل شوية، حيث لا نقوم بتكرار الحرف أبدا. إذا لقينا حرف إي ما نحط بعد إي فوقه، نخليه مثل ما هو. مثل إيش؟ large، شوفوا نهايته حرف إي، من خلينا على إي آر ما ضاعفنا الإي، خلينا الإي نفسها، large larger largest، strange stranger strangest، wise wiser wisest، lame lamer lamest. الصفات ذات المقاطع المتعددة واستعمال more للمقارنة و most للتفضيل. مثل ايش؟ المثال اللي اخذناه قبل قليل، beautiful تصير more beautiful most beautiful الأكثر جمالا، expensive more expensive most expensive، dangerous more dangerous most dangerous، interesting more interesting most interesting، careful more careful most careful، useful more useful most useful. هاي ما بيها شي صفات، مجرد تاخذ الكلمة وتخليها ما قبلها بس. اي كلمة تشوف مقاطعها طويلة وتعرفون شنو يعني المقاطع، يعني موجود المقطع هو مجموعة حروف العلة، يعني يكون حرف علة واحد او مجموعة سوية، يعني هاي نعتبرها مقطعين لان هذا الحرف فاصل بيناتهم حروف علة، هذا الحرف العلة مفصول عن هذا، فهذا يعتبر مقطعين. مو مثل دن الكلمات اللي عندنا بها مقطع واحد، هذا مقطع واحد. نجي هنا more careful most careful، أكثر حذرا من فلان most careful، الأكثر حذر على الإطلاق، ما بها مقارنة. قبل تفضيل، الموست للتفضيل والمور للمقارنة، لأن مجرد فشي بسيط والباقي حفظ ما بشي. تجي عندنا ذن الصفات الشاذة، هذه الصفات لا توجد لها قاعدة معينة ولا تلتزم بأي نوع من النظام. شلون؟ good well معناها جيد، من نحولها للمقارنة تصير better. زين better وين؟ good where؟ good when؟ السبب أنه هذه الصفات هي صفات شاذة لا تلتزم بأي قاعدة، فتصير بتر بالمقارنة وبست بالتفضيل، وهذا النحفر. باد تصير ورس بالتفضيل بالمقارنة وذا ورست بالتفضيل. فار تصير فارذر بالمقارنة وفرذست بالتفضيل. سلو سلور سلوست سلو سلوست سلور سلوست. راح تقول لي هاي ليش شاذة؟ slow ليش شاذة؟ شو إضافة عادية؟ لا، عندنا هنا slow ال W حرف صحيح وما قبله علة، فالمفروض ال W يتضاعف، ينكتب 2 W، بس هاي شاذة ما يتضاعف، يعني ما تنطبق عليها القاعدة. نجي للموضوع اللي بعده، الموضوع اللي بعده هو nationalities. شنو nationalities؟
الجنسيات، الجنسيات nationalities. نجي نشوف الناشوناليتيز. الناشوناليتيز تجي على شكل فراغات من امتحان، وهاي كل البلدان الموجودة بالمادة هذن كلهم. أول وحدة إنجلاند، يعني الدولة اسمها إنجلاند، إنجلترا. And the civilians المدنيين المواطنين اللي موجودين بالدولة citizen هم نسميهم English. English يعني من واحد بريطاني شو تقول له؟ من إنجلترا، عايش من إنجلترا، تقول له you are an English. مثل الفرق بين العراق وعراقي، بغداد وبغدادي، تركي وتركيا، هيك هذا الفرق. أكو مرة اسم بلد ومرة جنسية بلد. فأول واحدة إنجلاند، إنجلاند صير إنجليش. روسيا، روسي، روشن. إيجيبت، مصر، إيجيبشن، مصري. فرانس، فرنسي، فرنش، عفوا فرانس يعني فرنسا، وفرنش فرنسي. استراليا هي استراليا نفسها، واستراليان. شوف الإضافات، مرات حروف، مرات مقطع، مرات حسب كل بلد وحسب. لبنان لبنانيز. قطر قطري. يونايتد ستيتس، يونايتد ستيتس اسمها الكامل يونايتد ستيتس اوف امريكا، او ذا امريكان يونايتد ستيتس. فاسمها راح يختلف عنها، يصير امريكان، راجع الى امريكا، امريكان هذا يصير اسمها. الناشوناليتي مال يونايتد ستيتس يصير American. إنديا يصير Indian. سبين إسبانيا يصير Spanish. كندا يصير Canadian. جابان يصير Japanese. سويدن سويد يصير Swedenese. Swedens. إيراك يصير إيراكي، بس إضافة I فقط. جاي تشوفون كل دولة تختلف عن دولة، ماكو قاعدة معينة. نجي للي بعده وهو المفردات والتعاريف. عندنا مجموعة مفردات وتعاريف في هذا اليونت لازم ناخذهن، اللي هن أول وحدة a bird that hunt and kills other birds، طير يصيد الطيور الأخرى. من هو يسمون الطيور المفترسة؟ birds of prey، birds of prey. اثنين the fastest bird in the world، شو يسمونه؟ falcon، صقر. ثلاثة sit and travel on a horse or camel، يجلس ويسافر على شنو؟ على حصان أو جمل. هاي شنو نسميه؟ يسمونه رايد، ركوب، رايد. الرايد يختلف عن الدرايف. الدرايف يعني أنت قاعد بسيارة وتسوق، الرايد أنت قاعد على آلة، مثل قاعد على شيء، أنت راكب شيء، مثل الركوب والقيادة، مثل ركوب الخيل، ركوب الدراجات، البايسيكل، هو هذا يسمونه رايد. فالرايد يختلف عن الدرايف. هنا عندنا رايس and wheat، رز وقمح. For example يعني للمثال، الرز والقمح شو نصنفهن؟ نصنفهن crops، محاصيل، crops. خامسا people who are not children، وناس ليسوا أطفال. شنو ذولا؟ نسميهم adults، adults البالغين، adults. نجي اللي بعده وهو الأدب. طبعا العنوان فيه غلط بالعربي، الترجمة راح تلقونها بالملزمة يختلف. What dangers were the pregnant deer surrounded by، ما هي الأخطار التي أحاطت بالغزالة الحاملة؟ أكو غزالة حاملة وبنص مجموعة مخاطر، فجاءها الحمل، جاءها جتها الولادة أثناء هاي الأحداث اللي جاي تصير بيها. يكمل القصة. الجواب ما سؤال يقول A strong flown river forest fire, a hunter and a hungry lion. A strong flowing river, نهر فيضان، نهر قوي، ونار مشتعلة، وصياد، وأسد جائع. هذا الجواب. Which of the dangers faced the deer would be most afraid? شنو الأخطار اللي واجهتها الغزالة وكانت أكثر خوفاً بالنسبة لها؟ A hungry lion، أكثر خطر واجه الغزالة هو الأسد الجائع. ثلاثة To be right the deer spots a hungry lion approaching، الأسد كان على يمين الغزالة. هذا فراغ، a hungry lion.
What happened to each of the dangers faced by the deer? ماذا حدث للأخطار؟ نجي بقى وش راح يصير؟ هذا الجواب. Lightning strikes and blinds the hunter. البرق ضرب وأعمى الصياد. The arrow strikes the lion. السهم ضرب الأسد. And rain reduced the fire. المطر أطفأ النار. How did the deer face the negative thoughts and dangers? كيف واجهت الغزالة الإحباط والخطر؟ The deer stayed waiting that will happen, focused on giving birth a new life. انتظرت ما سيحدث وركزت على ولادة حياة جديدة. 6. The priority of the deer was to give birth to her fawn. الظبي الصغير صح. أولوية الغزالة هي ولادة الظبي. 7. What is the moral lesson of the story? Things happen in the nature for a reason. ما هو الدرس الأخلاقي من القصة؟ أشياء تحدث في الطبيعة لأسباب. شنو الدرس الأخلاقي؟ نجي هنا. The moral lesson is to do what you should do and leave the rest for God. تتوكل على الله وتسوي اللي تقدر تسوي وهذا هو هذا الدرس الأخلاقي. The moral lesson is to do what you should do and leave the rest for God. The deer focused on giving birth a new fawn. True, صح. إذا نجي هنا هسه الفراغات والاختيارات. بهذا اليوم على سبيل المثال عندنا هذا bite يعض fly grow a hunt produce ينتج. A bat is not a bird but it can fly like a bird. يطير مثل الطائر. الخفاش مو طير بالمناسبة هو من الثدييات. 2. Owls hunt and kill small animals at night. البوم يصيد ويقتل الطيور في الليل. If you put your foot on a snake, it will bite you. إذا خليت رجلك على سمكة على أفعى راح تعضك. Cows and goats produce milk. Elephant grows very big. الأفيال تنمو كبيرة جدا. But it makes many years. الثاني عندنا hotter ومايند ووايلد. Neither afraid million habitate. I don't mind. أنا لا أمانع. I am not afraid. أنا لا أخاف. Animal habitate. مسكونة بالحيوانات. Wild animal. عفوا حيوانات داجنة. Animal habitate. تدجين الحيوانات. تدجين معناها هنا. Wild animal. It is getting hotter. تصبح أكثر حرارة. 6 million people. 6 مليون شخص. Neither do I. وكذلك لست أنا. بعد هذا التمرين عندنا تمرين التوصيل. الجملة والكلمة. Bats can fly at night. الخفافيش تطير في الليل. A new species. نوع جديد. Had been discovered. تم اكتشافه. Snakes can be found in the desert. الأفاعي توجد في الصحاري. You can be killed if you beaten by a snake. يمكن أن تقتل إذا عضتك أفعى. Where they can be found. هاي علامة استفهام. Where معناها أين. A lot of animal. كثير من الحيوانات. Can be frightened of human. يمكن أن تخاف من الإنسان. ويانا هسه مادة الاستيعاب. مادة الاستيعاب بالعادة هي قطع موجودة بالكتاب تحفظها وتجاوب عنها بالامتحان. أول قطعة هي The fastest living things. أسرع الأشياء الحية. What are the fastest living things in the natural world? راح تقول Falcons الصقور. How fast can Falcon dive? كم سرعة انطلاق الصقور؟ At 240 كيلومتر per hour. 240 كيلومتر في الساعة. Who are the Bedouin? من هم سكان البدو؟ The people from the desert of Arabia. The people from the desert of Arabia. الناس في الصحراء العربية. Why did Bedouin live mostly and
date milk and bread. On date milk and bread. يعيش على التمر والحليب والخبز. ليش؟ Because it was difficult to catch animal and bird. لصعوبة صيد الحيوانات والطيور. What was the favorite of the Bedouin? ما الطير المفضل للبدو؟ It was habra. Habra. هذا نوع من أنواع الطيور. How did the Bedouin use the hunt? They used the hunt on camels. They used to hunt on camels. يصيدون على الجمال. Where are many falcon hunting now? أين منطقة اصطياد النسور؟ In the desert and valleys of المثنى, سامراء and ذي قار. What is the disadvantage of falconry sport? أضرار صيد الصقور. Too many rare birds might be killed. الكثير من الطيور النادرة يمكن قتلها. What did the government measures to protect birds? ما هي إجراءات الحكومة لحماية الطيور؟ The government has set up a protected area for birds. أقامت الحكومة مناطق محمية للطيور. What is the result of government measures to protect birds? ما هي نتيجة إقامة الحكومة محميات للطيور؟ Wildlife numbers have gone up and the environment is richer. الطبيعة أصبحت أغنى. سؤال الفولس والترو. Falcons can move faster than other living things. صحيح, يمكن أن يتحرك أسرع. تستطيع الصقور التحرك بسرعة أكثر من بقية الكائنات الأخرى. صح. Before the falconry, the Bedouin used to eat a lot of meat. False. قبل صيد الصقور كان البدو يأكلون اللحوم. خطأ. The Bedouin enjoy the food that falcons caught for them. True. هذا صحيح. اللي لزمة الصقر لهم. يصيد الصقر لهم. Falconry used to be just a sport. False. هي مو فقط رياضة. They could soon be no rare birds because of falconry. لن تكون هناك طيور نادرة قريبا بسبب صيد الصقور. وهذا صحيح. Live on the marsh. القطعة الثانية. Live on the marsh. في المستنقعات, مو مستنقعات وإنما الأهوار. Where can marsh Arab be found? عرب الأهوار. In the southeast of Iraq. الجنوب الشرقي من العراق. What do marsh Arabs raise? ماذا يربي عرب الأهوار؟ They raise buffalo, cattle, sheep. يربي الجاموس والماشية والأغنام. What crops are growing by the marsh Arabs? شنو اللي ينمو عندهم؟ Crops such as rice, wheat and شنو؟ Barley. أي where do marsh Arabs live? أين يعيشون؟ In the orchard houses which build from reeds. مبنية من القصب. What the marsh Arabs as transport. ماذا يستخدمون للنقل؟ Boats, القوارب. How many species of birds can be found in the marshland? 40 species, 40 نوع. Why 40 to 60% are of the marsh Arab at risk? ليش بخطر؟ Because most of the wetland dried up بسبب تجفيف الأهوار. What did the draining of marsh in 1990 caused a significant change in the ecosystem and نظام البيئي. نجي إلى نهاية هذا الدرس, وكالعادة نأخذ الأفعال الشاذة. مجموعة الأفعال الشاذة الموجودة عندنا اليوم هي do, صر, did, و done. يفعل, فعل, فعل. Fall, fell, fallen. قلنا هاي الأفعال ما تتبع قاعدة, كل فعل ويصير شكل. Find يصير found و found. Break, broke, broken. Come, came, come. Become, became, become. Hear, heard, heard. Hit, 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 تبقى نفسها. Hurt, 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 تبقى نفسها. Let, 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 تبقى نفسها. مثل ما اتفقنا
قسمناها المجموعات وكل درس تحفظون مجموعة، واليوم هاي المجموعة وقتها، إذا حفظتون على هاي الشاكلة راح تطبون للامتحان مستعدين. ومثل ما تعرفون هذني أساسيات بكل اللغة، سواء على مستوى الفراغات أو الإنشاء أو القواعد. اللي بعدها هو المعاكسات، خدنا ذاك الدرس معاكسات واليوم هم ناخذ معاكسات. المعاكسات اللي عندنا اليوم هي boring وعكسها interesting. interesting مثير للاهتمام، غير ممل يعني من هاي الشكل، و boring ممل. dark تصير low light low bright، براق أو مشرق. smart و clever ذكي، اثنينات معناهن. عكسها stupid، غبي stupid غبي. fast عكسها slow. quiet عكسها nosy. lazy عكسها hard working. مثل ما اتفقنا هذني للحفر. Thanks dear student for listening. Any question I will have on these seats. Thank you all and best wishes to all of you.